السلام عليكم. ليبيا، حكومة الوفاق تعلن وقف إطلاق النار تماما وتدعو لانتخابات رئاسية وبرلمانية. إن لم تكن مشاركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشاركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية تعليمات لجميع القوات العسكرية التابعة لها بالوقف الفوري لجميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية. وقال المجلس في بيان له اليوم الجمعة إنه أصدر تلك التعليمات انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة وظروف جائحة كورونا. وأضاف أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتنا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها. وشدد المجلس على أنه إذا يبادر بإعلان عن وقف إطلاق النار فإنه يؤكد أن الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة. وأكد رئيس المجلس الرئاسي بحسب البيان إنه لا يمكن التفريط بمقدرات الشعب الليبي، ولهذا يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي، وألا يتم التصرف بها إلا بعد ترتيبات سياسية جمة وفق مخرجات مؤتمر برلين، وبما يضمن الشفافية والحكومة الجديدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي. كما أكد المجلس دعوته إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس المقبل وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يوم الثلاثاء إعادة فتح موانئ وحقول النفط في البلاد، فيما يشير إلى أن اتفاق سياسي يلوح في الأفق. وهوت ليبيا إلى فوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، ومنذ 2014 وليبيا منقسمة، إذ تسيطر حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس والشمال الغربي، في حين يسيطر البرلمان الليبي على شرق البلاد. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسى الاشتراك لتتوصل بالجديد.